لو تعرفوا أنا شو عملت. كنت قدامه مثل الهبلة، غمضت عيوني وقربت هيك وبوزمت تمي هيك عن جد ونطحته للشب. حياتي ما خجلت كل هالقد. ايه شوفي يا بكره بتحكيها لاولادك بتطلع حكايه حلوه قبل النوم، بتقولي لهم انا بدل ما ابوس ابوكم نطحته بالغلط. لا وانور قال لها هي اسمها حوادث عشاء، شو بده يحكي يعني؟ لك عم قلكم روسنا طلع منهم شرار وانتم ما في غير عم تتمسخروا. لما قال بدي اعبر لك عن حبي صار يقرب علي. مو طبيعي شو هبل هالبنت. ويقرب اكثر، بس بصراحه انا تكركبت. مين عم يدق؟ مين هاد؟ هذا المغرور جوزي. بلا ما تردي خلص تركي عم يرن. ليش ما ترد؟ شو بدك فيها؟ ردي ردي. نعم مراد. لو سمحتي ممكن تسمعيني لمرة واحدة؟ شو يعني بلشوا الطلبات والأوامر؟ لو سمحتي بس هاي المرة ردي على الصوت اللي طالع من قلبك حياة. حابب تشوفي قديش رح نكون مبسوطين. لا مو كأنك متأكد كتير؟ اي متأكد. طالما هيك متأكد كتير سمعانتك قول. هلأ رح يدق الجرس. يلا افتحي. ما قدرت اسمع كل الحديث. خدي العلبة. مراد بيك بعته. ايه بعرف. شكرا تالا. ايه شو هدول؟ ما في أسئلة اليوم، كل اللي بطلبه منك على الساعة 8 تكوني جاهزة، جاي حدا ياخذك. استنى دقيقة. مين اللي رح ياخذني ولوين بده ياخذني يعني؟ حياة، شو اتفقنا؟ ما في أسئلة اليوم. اعملي مثل ما قلت لك. وثقي هالمرة، بوعدك تنسي كل شيء. شو هدول العلب؟ مراد اللي بعتهم. شو اللي بقلبهم؟ أنا رح أفتحهم. حياة شو هاد؟ لك بجنن؟ مراد طلع رومانسي وما معنا خبر. أوها حلو. ليكي والله حسب ماني شايفة هلأ هذا أكيد عم يحاول يعملك أميرة. يا الله نيالك. خدي افتحي يا أنتي. برأيي عن جد الزلمة متكلف كتير ومانو مقصر بالمصاريف. إذا بدك لبن العصفور رح يجيبه كريم. عن جد طلع مو قليل شان يكسب قلبك. عم يحاول يستغل هاي الفرصة يا حياة. بس شو ما حاول يعمل ما رح يكون ذكي أكتر مني. ما دام ندمان كل هالقد رح خليه ينسى كل شي وبتشوفه. مو لازم نتصافى. حياة انت شو ناوية تعملي بالضبط؟ بدنا نفهم. Yeah.
يا رب. اي داليا خانم، مزبوط انا قلت لك موافقه، بس بصراحه قلبي ما انا مرتاح. اسمعيني منيح، كل اللي طلبته منك انك تدبري لي حدا، دبرتي؟ جاوبيني لشوف. دبرته. ها تمام، وانا طبعا اتفقت مع هذا الشخص اللي جبتيه، هيك صار. بس لسه بدي منك تعملي شيء كتير صغير، مفهوم؟ بس داليا خانم بلكي صار شيء معنا. بطلي هالتوتر اللي ما إله داعي، لأنك رح تخربي كل شيء. آخ، كم مرة بدي أعيد كلامي لتستوعبي؟ إذا ضليتي هيك ما رح يكون في شغل بيناتنا. داليا خانم أنا عن جد مرعوبة. لك يا بنتي ما في داعي للخوف ابدا، كل اللي عم بطلبه منك انه تنزلي القواطع قبل ما تنامي وتتركي الباب مفتوح شوي مو اكثر. بلكي حدا من البيت شافه وهو فايت. ما رح يكون في حدا بالبيت غير انا وكريمه خانم، واذا انفجرت قنبله قدامها ما بتفيق. فوق هيك انتي ما عم تعملي هالشغله ببلاش ولا انا غلطانه؟ بهالطلب الصغير رح تحطي بجيبتك 10 اضعاف معاشك، مو صح؟ مو خرج تعملي هيك شي، روحي ضبي شنطايتك وخلصينا. طيب تمام. ايه من الاول، من الاول حطي عقلك براسك. وينك لهلا يا رجال؟ ليش شوفي؟ من الصبح وهي عم تسأل عنك وينه وليش لسه ما اجا وبشو مشغول. فكرت صار معه شيء؟ بسيطة، هلا بس تشوفني بترتاح. مراد. شو كيفك امي؟ ماشي حالي، معقول كون منيحة وانا هون؟ ليش ما عم يهتموا منيح؟ يعني ما أنا مثل المشافي الخاصة، وأكيد في أحسن منها بالمنطقة. أنا دخلتك على هذا المشفى لأنه الدكاترة شاطرين كتير هون. فيني أنقلك إذا بتحبي. مو مشكلة، كلهم كم يوم ورح نطلع على بيتنا، صح كلامي؟ رح أتحمل لوقتها. يا الله، آسفة إذا عم ضايقك بهالقصص السخيفة. لا تزعل، ما بدي تتضايق يا روحي. حسب ما فهمت إنه أنا غلطت بحقك كتير. صدقني مراد، كل اللي بدي إياه هلأ إنه نكون عائلة واحدة معك ومع كنتي. صحي أنت إمتى ناوي تعرفني على كنتي؟ عن قريب أمي. مبين بتحبها كتير. مزبوط، هي دنيتي وكل شي. Love tonight.